الخير، تحية لكل مشاهدي الـ LBCI ولكل الأشخاص اللي ناطريننا الليلة لحتى يشوفوا كيف رح بيكون حظهم معنا بهالسحب الجديد للوتو اللبناني. الليلة معنا السحب رقم 2155 لتاريخ 2/23 تشرين الأول 2023. أنا بتمنى التوفيق لكل حدا مشترك معنا الليلة، وإن شاء الله بتكون حصتكم حرزانة مع اللوتو. رح بلش مع المرتبة الأولى يلي قيمتها لليوم أكثر من 12 مليار، وعلى الأد 12 مليار و249 مليون و43,688 ليرة لبنانية. إن شاء الله الليلة منبارك لرابح أو أكثر بالمرتبة الأولى. أما بالنسبة للثانية في تراكم، وقيمة التراكم 765 مليون و968 ألف ونص، وهيدي بتكون قيمة التراكم. أما الجايزة حوالي المليارين ليرة، وإذا ربحت منعرف قيمتها على الأد. بالنسبة لزيد الليلة زيد السحب عادي، وقيمة الجايزة 120 مليون و292 ألف و123 ليرة لبنانية. هول هن الجوائز. خلونا قبل ما ننتقل للمكنة ذكركن أنه على طول صحباتنا مراقبة من قبل مندوب وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وصحبات اللوتو اللبناني. موجود معنا ليلى أستاذ وسام جوني. أهلا فيك وسام. أهلا وسهلا فيك. شكرا. رح نبدأ فورا أنا وياك بالسحب وننتقل إلى المكنة. برجع بكرر رقم السحب 2155، لو سمحتوا شيكوا على شبكاتكم وتأكدوا إذا هالرقم موجود قدامكم، لأنه أحيانا بتفرق إذا نمرتوا قبل الساعة 6 بشوي أو بعدها يمكن تدخلوا بغير سحب. بنبلش مع أول طابع لليلة 32. طابع الثانية 36. واحدة وأربعين الطابة الثالثة. الطابة الرابعة 33. الطابة الخامسة 14. الطابة السادسة 23. والطابة السابعة 27. سري جديد اخترتها مكانة اللوتو لسحب الليلة، عبارة عن ست طابات أساسيات وطابة سابعة إضافية بتكون مخصصة مثل العادة للجائزة الثانية. يعني إن شاء الله بيكونوا هالأرقام يلي على طول بتعتمدون أو بتكونوا منمرين من هالأرقام اللي عم ترجعوا تشوفون مرة جديدة وراي على الشاشة. خذوا وقتكم، شيكوا شبكاتكم، ونحن بهالوقت رح نتابع مع زيد لكل اللي مشتركين معنا إلى المكنة. بيزيد مثل العادة خمس بوكالات، خمس طابات بشكله الرقم الرابح. منبلش مع أول طابة 9، طابة الثانية 2، طابة الثالثة 3، طابة الرابعة 3 عن جديد، والطابة الخامسة 4. بيكون صار عنا رقم 43,329. هذا الرقم يلي بخولكم تربحوا معنا الليلة بزيد. بدي لكم مشاهدينا أنه رقم زيد مش أنتم بتختاروه، بأعلى الشبكة بيكون في رقم عشوائي، أنتم بس بدكم تدفعوا زيادة على سعر شبكة اللوتو حتى تدخلوا معنا بالسحب، ويكون في كلمة ويبة عليها. هيك إذا بتصيبوا الرقم كامل عندكم الفرصة الليلة أنكم تربحوا جائزة 120 مليون ليرة وأكثر شوي. أما إذا صبتوا منه آخر رقمين، آخر ثلاث أرقام أو آخر أربع أرقام، كمان بيكون في جوائز مخصصة لكم. بنشوفها أنا وياكم بعد البريك. بريك قصير وراجعين لأولى. و
مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم عن جديد، رجعنا معكم لحتى نتابع القسم الثاني من حلقتنا لليله. هلا صار وقت نعرف اذا في عنا رابحين اليوم بالمراتب الاساسيه. حرجع اذكركم بالمرتبه الاولى يلي قيمتها لليوم 12 مليار و250 مليون تقريبا، الثانيه يلي هي حوالي المليارين، وزيد يلي هي اكثر من 120 مليون ليره. قبل ما ننتقل لتابلو اللوتو مثل العاده رح نرجع نذكركم بالارقام الرابحه، ولكن هالمره مع استاذ بسام. لو سمحت بسام. شكرا. سحب اللوتو رقم 2155 لنهار الاثنين 23 تشرين اول 2023، حملها لرام السته التاليه 32 36 41 33 14 23، والطابه السابعه الاضافيه للجائزه الثانيه 27. ميرسي وسام، خلينا نشوف انا وياك اذا كانت هالسري وجه خير على حدا منكم الى تابلو اللوتو فورا. مرتبة أولى لليلة، ما في أولى، إنما في عنا شبكتين بيربحوا معنا بالمرتبة الثانية، ألف مبروك، وكل شبكة منهم بتربح مليار و96 مليون ليرة، ألف مبروك للرابحين معنا بالثانية. بالثالثة في عنا 18 شبكة، كل شبكة بتربح 35 مليون و813 ألف ليرة. بالرابعة في عنا 549 شبكة، كل شبكة بتربح مليون و174 ألف ليرة. وبالخامسة 7359 شبكة، كل شبكة بتربح 200 ألف ليرة. مبروك للجميع. بدنا نعرف أنا وياكم من وين ربحوا الشبكتين بالمرتبة الثانية. أول شبكة محل إليت تريدينج بيصور بعلي، الثانية تاني عبر الاس ام اس، مبروك عن جديد، وان شاء الله بيوصل الدور لكل حدا طامح انه يربح معنا باللوتو اللبناني. هلا رح نتاكد انا وياكم من رقم زيد الرابح مع استاذ بسام. ايضا تفضل بسام. سحب زيد رقم 2155 لنهار الاثنين 23/10/2023، حمل الرقم 43 و43329. شكرا لك وسام، فرصة إضافية لحتى تجربوا حظكم معنا وتربحوا ضمن سحب اللوتو مع زيد. خلونا نشوف إذا في عنا رابحين الليلة مرتبة أولى. مرتبة أولى بزيد، ألف مبروك. كمان في عنا شبكتين بيربحوا معنا وبيتقسموا المبلغ الإجمالي، وكل شبكة بتربح 60 مليون و146 ألف ليرة. كل شبكة بتنتهي ب 3329 بتربح مليونين ونص. كل شبكة بتنتهي ب 329 بتربح 200 ألف ليرة، وكل شبكة بتنتهي ب 29 بتربح 20 ألف ليرة. الشبكتين بالمرتبة الأولى بزيد، من وين ربحوا؟ أول شبكة ليبريريزي كار حبوش بجنوب، الثانية ساوث تكنولوجي بازورية كمان بجنوب. ألف مبروك للرابحين معنا، يعني حلو نختم حلقتنا ويكون في عنا رابحين باللوتو اللبناني. هلأ بنعرف أنا وياكم بالنسبة لسحب نهار الخميس إن الله راد قدي رح بيكونوا الجوائز، بما أنه المهمة الأولى من ربحت اليوم، وكانت اليوم حوالي 12 مليار و250 مليون ليرة. أستاذ بسام قدي رح بتصير الأولى؟ بتصير حوالي 14 مليار. حلوة. الثانية؟ الثانية حوالي المليار و250. وزيد؟ ما زيد مثل اليوم. شكرا لك استاذ، يعطيك الف عافية. إذا في عنا 14 مليار بانتظاركم لنهار الخميس، لاقونا وكونوا كتار، إلى اللقاء.